أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نور سات وتلفزيون تلالومير. والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس: الصلاة التي علمنا إياها يسوع هي الينبوع الوحيد للنور والقوة. البطريرك ثيوفيلس الثالث يمنح درجة الأيكونوموس للأب يوسف حمارني. رعية اللاتين في القدس تحتفل باختتام الشهر المريمي. قداديس إلهية في كنائس المملكة لمنح أبناء الرعاية المناولة الأولى والتثبيت. كنيسة البشارة للروم الأرثوذكس في العبدلي ضمن حلقات كنيستي. وفيها أيضاً: وصية المحبة كمال الوحي الإلهي، عنوان حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي وكعادته كل أسبوع، تكلم قداسة البابا فرانسيس خلال لقائه بالمؤمنين المتواجدين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان بموضوع الصلاة التي علمنا إياها يسوع والتي هي لأجلنا ولمنفعتنا، إذ أن الصلاة هي الينبوع الوحيد للنور والقوة، مشيرا قداسته إلى أن يسوع هو شفيعنا الدائم لدى الآب، وقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضاً، وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمرضى والمتعلمين، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. ما زال قداسة البابا يتكلم على الصلاة، واليوم قال إن يسوع هو مثال وروح كل صلاة، وتبين لنا الأناجيل مدى أهمية الصلاة في علاقة يسوع مع تلاميذه، فقبل أن يختارهم أحيا الليل كله في الصلاة لله، واستمر في الصلاة من أجلهم خلال حياته بالرغم من أخطائهم وعثراتهم، فكان يسوع لهم معلماً وصديقاً ينتظر بصبر أن يفهم التلاميذ الرسالة التي يريد أن يكلفهم بها. فعند عثراتهم محبتهم له لم تكن تتوقف، بل كانت تزداد قوة، وكانت صلاته تسبق لحظات التحول الكبرى في رسالته. عندما أراد أن يتحقق من إيمان التلاميذ سألهم: من أنا في قولكم أنتم؟ فأجاب بطرس: مسيح الله. إذ ذاك كلمهم بصراحة عن ألامه وموته وقيامته. الصلاة هي الينبوع الوحيد للنور والقوة. من الضروري أن نصلي بقوة أشد في كل مرة تصبح الطريق أمامنا صاعدة وشاقة. وقال قداسته: يسوع لا يريدنا فقط أن نصلي كما هو صلى، ولكنه يؤكد لنا أنه حتى لو كانت محاولاتنا للصلاة لا جدوى لها ولا غير فعالة، يمكننا دائما أن نعتمد على صلاته، ويجب أن نتوقف عن الثقة به، فهو يصلي أيضا لأجلنا وبدلا منا ولمنفعتنا، وكل طلباتنا قد جمعت كلها مرة واحدة في صرخته على الصليب، وقد استجابها الآب لما أقام يسوع من بين الأموات. يسوع هو شفيعنا الدائم لدى الآب. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Dio ci ama e ha un progetto per la nostra vita. Quando lo invochiamo, egli ci risponderà. Infatti è proprio lui che ci ha detto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Signore, vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. الله يحبنا وله خطة لحياتنا، عندما ندعوه سيستجيب لنا. في الواقع هو الذي قال لنا: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. ضمن احتفالات المملكة بالذكرى 75 للاستقلال، أنعم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بوسام مئوية الدولة على المثلث الرحمات بطريرك المدينة المقدسة بنديكتوس الأول، حيث تسلم الوسام غبطة البطريرك كيريوس تيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين. كان هذا ضمن فعالية احتفالية ملكية مهيبة جرت مراسمها في قصر رغدان العامر لتكريم كوكبة من رجالات الوطن والرواد في مختلف المجالات. في القدس استقبل غبطة البطريرك تيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة ورئيس مجلس رؤساء كنائس الأردن ممثلي الاتحاد الأوروبي للسلام في الشرق الأوسط وعددا من سفراء وممثلي دول الاتحاد بالقدس ورام الله. وأكد غبطته خلال اللقاء الذي حضره رؤساء كنائس الأراضي المقدسة أن رجال الدين المسيحي يعملون من أجل العدل والسلام والحفاظ على أملاك الكنائس وبالأخص عقارات باب الخليل التي تشكل المدخل الرئيسي لحجاج القدس المسيحيين. ومن جهتهم أكد رؤساء الكنائس على أن المسيحيين هم أصحاب حقوق تاريخية في الأراضي المقدسة، لافتين إلى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات المسيحية والإسلامية في الأراضي المقدسة والدور القيادي المميز الذي يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني في حفظ هذه الوصاية وحماية المقدسات في مدينة القدس. احتفلت رعية دير المخلص للاتين في القدس باختتام الشهر المريمي، وشارك في الاحتفال بطريرك القدس للاتين بير باتيسيا باتسبالا وعدد من المطارنة والكهنة والرهبان والراهبات وجمع كبير من المؤمنين. وقد ترأس القداس الإلهي في كنيسة دير المخلص الأب أمجد صبارة لتبدأ بعد القداس الدورة التقليدية التي ترأسها البطريرك باتسبالا حاملا أيقونة مريم العذراء، والتي انطلقت عبر أزقة البلدة القديمة لتنتهي في ساحة دير المخلص، حيث منح البطريرك باتسبالا البركة النهائية للمؤمنين. وبعدها قام أفراد من مجموعة كشافة الكاثوليك العرب بحمل شخص مريم العذراء ليجوبوا فيه شوارع حارة النصارى في البلدة القديمة. على صعيد آخر، دشنت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين مقبرة بلدة الزبابدة بمحافظة جنين، وشارك في حفل التدشين غبطة بطريرك القدس للاتين بير باتيستيا باتسبالا ومحافظ جنين أكرم رجوب ورؤساء الكنائس وعدد من مسؤولي المحافظة. وخلال حفل التدشين أكد رجوب لجموع الحاضرين أن الرئيس محمود عباس لا يفرق بين المسجد الأقصى وكنيسة القيامة بالقدس، مطالبا العالم بالضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته على المقدسات الإسلامية والمسيحية. من جهته بين البطريرك باتسبالا أهمية بلدة الزبابدة بالنسبة لبطريركية اللاتين، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بشراء قطعة الأرض المجاورة لتوسيع المقبرة. وفي ذات السياق احتفلت رعية سيدة الزيارة للاتين في الزبابدة بمنح 23 طفلا من أبنائها وبناتها سري القربان الأقدس والتثبيت خلال قداس احتفالي ترأسه غبطة البطريرك باتسبالا، وذلك في أول زيارة له إلى رعية الزبابدة منذ تعيينه بطريركا على القدس للاتين. أقيمت في الكنائس المحلية في المملكة قداديس إلهية لمنح عدد من أبناء وبنات الرعاية المناولة الأولى والتثبيت، فقد احتفلت رعية العذراء الناصرية للاتين في منطقة الصويفية بالعاصمة عمان بمنح عدد من أبنائها وبناتها المناولة الأولى والتثبيت، وذلك خلال القداس الإلهي الذي ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن بمعاونة الأب أنطوني هرمات راعي الكنيسة وحضور جمع من المؤمنين. Hallelujah, hallelujah.
احتفلت رعية كنيسة يسوع الملك للاتين في المصدار بالقداس الإلهي بمناسبة الاحتفال بسري المناولة والتثبيت لنخبة من أبناء الرعية. وقد ترأس القداس الذي حضره عدد من المؤمنين المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن بمعاونة الأب مروان حسان راعي الكنيسة. وفي كنيسة القديس بولس الرسول للاتين في جبيهة احتفلت رعية الكنيسة بأول مناولة وتثبيت، وذلك خلال قداس إلهي ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن بمعاونة الأب بطرس حجازين راعي الكنيسة والأب سليمان حيفاوي الكاهن المساعد بحضور جمع من المؤمنين. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. نسبحوا الرب العلي. السماوي هللويا هللويا. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. نسجد للإبن الوحيد هللويا هللويا. وفي محافظة الكرك ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي قداس الأحد الرابع من الفصح المجيد، وذلك في رعية العذراء سيدة الوردية للاتين في مدينة الكرك. عاون سيادته في القداس الأب فارس سرياني خوري الرعية وبمشاركة الأب سامر مدنات والأب سلام حداد. وخلال القداس منح سيادته سري المناولة الأولى والتثبيت المقدس لثلة مباركة من أبناء وبنات الرعية. وفي عظة القداديس تكلم سيادة المطران الشوملي عن الروح القدس ومواهبه عندما حل على التلاميذ وكيف سيحل عليهم اليوم، مركزا سيادته على التعريف بسري المناولة والتثبيت وكيف يصبح الإنسان المسيحي قوياً بنعمة سر المناولة ونعمة سر التثبيت لأجل أن يفتخر بإيمانه ويدافع عنه ويبني حياته على صخرة الإيمان. لكن أريد أن أؤكد لأننا شهود على ذلك بأن للروح القدس دوراً أساسياً في الكنيسة وفي حياتنا. لما بتكونوا مترددين أي قرار تأخذون أو أي جواب تعطوا في موقف محرج، استعينوا بالروح القدس. الروح القدس يأتي لإرشادكم وتأييدكم وتقويتكم وتعزيتكم. اطلبوا منه بكلمات بسيطة: هلم أيها الروح القدس واملأ عقول المؤمنين وأضرمها بنار محبتك، أو الآية اللي دائما منرتلها: أرسل روحك وتجدد وجه الأرض. إخوتي وأخواتي، أريد أن أهنئ صغارنا اللي اليوم بتقدموا من المناولة الأولى، وأيضاً سيقبلون الروح القدس الموهبة الأولى، وأيضاً مع الروح القدس مواهبه السبعة اللي مرسومة أمامنا: الحكمة، الفهم، العلم، المشورة، القوة، التقوى، ومخافة الله. وهذا الروح اللي يفيض فينا ثماره اللي مكتوبة على الجهة الأخرى: الفرح، المحبة، السلام، الوحدة، الصبر،
الأنا، الإيمان، وكل ثمرة روحية هي من الروح القدس. في سياق آخر وفي منطقة المصدر بالعاصمة عمان، أقيم قداس احتفالي بمناسبة تخريج طلبة الكلية الوطنية للاتين المصدر الثانوية العامة، حيث ترأس القداس الأب مروان حسان راعي الكنيسة بمعاونة الأب وصام منصور مدير عام مدارس بطريركية اللاتين في الأردن. أنا أعترف لله القادر على كل شيء، وإليكم أيها الإخوة، بأني خطئت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال، خطيئة عظيمة جدا. لذلك أطلب من القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى رب إلهنا. رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغ بنا الحياة الأبدية، آمين. المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام، المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام، سبحوا الرب العلي، هللويا هللويا، نشارك الملك السماء، هللويا هللويا. اليوم الإنجيل مصادف ولطيف جدا حتى يوصل لنا رسالة لطلابنا ولإلنا كمان لمستقبل حياتنا ولا مصدر كل حياتنا المسيحية. الله يحبنا والله يعتني بنا، هاي نخليها حلقة بدأنا. الأسبوع الماضي قرأنا عن الراعي الصالح واحتفلنا بالراعي الصالح، الراعي الذي يرعانا، واليوم يسوع المسيح عم بعطينا مثال آخر لرعاية الله لإلنا من خلال مثل الكرم والأغصان. قديش الله يحبنا بحكينا الذي يثبت فيه فذاك الذي يثمر ثمرا كثيرا. شو وظيفة الكرمة وشو وظيفة الغصن؟ الكرمة هي اللي بتعطي العصارة والغذاء للغصن، والغصن عليه إشي واحد فقط لا غير، إنه يثمر، يستغل هاي العصارة اللي تعطى باستمرار ومن دون توقف للغصن وبس حتى يثمر. وهنا محبة الله لإلنا، الله يحبنا ويعتني بنا، بعطينا كل النعم اللي إحنا بحاجة لإلها، ولكن الشطارة فينا إحنا اليوم أن نثمر هاي الثمار التي تدل على أنه إحنا بوحدة واحدة مع الله تعالى وإحنا عم نرد المحبة لله تعالى. وفي مدينة الفحص التابعة لمحافظة البقاء، احتفلت كنيسة قلب مريم الطاهر للاتين الفحص باختتام الشهر المريمي، وذلك خلال القداس الإلهي والمسبحة الوردية الذي ترأسه الأب همام خزوز عضو المحكمة الكنائسية، وبمشاركة الأب عماد طوال كاهن الرعية ومساعده الأب ميغيل. وفي نهاية القداس قام الكهنة والمؤمنون بالدورة بتمثال السيدة العذراء داخل باحة الكنيسة. في مدينة بيت لحم بفلسطين، أقيم قداس احتفالي لمنح سر التثبيت ل 66 من أبناء الرعية اللاتينية، وقد ترأس القداس بطريرك اللاتيني في المدينة المقدسة بير باتيستا باتسبالا وبحضور عدد من الآباء الكهنة والأهالي. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. ترأس غبطة البطريرك بير باتيستا باتسابالا بطريرك القدس للاتين قداسا احتفاليا بمنح سر التثبيت لأبناء الرعية في كنيسة سانتا كاترينا في مدينة بيت لحم.
بمشاركة الأب رامي عسكرية كاهن رعية اللاتين، والأب إبراهيم الشوملي أميني سر البطركية، والأب ساندرو مساعد كاهن الرعية، والأب فراس عبد ربه، والأباء والشمامسة وبحضور الراهبات والأهالي والأشابين. وعلى أنغامي وترتيل جوقة الكنيسة التي أحيت القداس ابتدأ الاحتفال بدخول موكب البطريرك والطلاب طالبي سر التثبيت. وفي كلمة البطريرك الذي عبر فيها عن سعادته لهذا الحضور الموجود بالكنيسة وبالفتيان والفتيات المحتفل بهم وعددهم 66 فردا، حيث بارك هذا الاحتفال بحلول الروح القدس بالتزامن مع العنصرة وهو انتصار المسيح وقيامته من بين الأموات. وخلال القداس جرت المراسيم لمنح سر التثبيت، حيث تقدم الطلاب مع الأشابين إلى الهيكل بفرحة كبيرة لنيل هذا السر المقدس، وهو سر من أسرار الكنيسة الكاثوليكية. أنا اليوم مبسوطة عشان أخذت سر التثبيت. اليوم كتير مبسوطة إني أخذت سر التثبيت وبوجود الأهالي والأشابين. بشكر كل الأشابين وأبونا رامي والبطرك، وأنا كتير مبسوط إني أخذت سر التثبيت المقدس. P2C, first time after Corona, the church full of people, which is a sign of life going back despite all the situation. And it is very beautiful to see 67 children, means parish is alive, has a future, that in the day of Pentecost received the Holy Spirit and became strong in the Holy Spirit and in the life of the church. وفي نهاية القداس قدم الأب عسكرية شكره لغبطة البطريرك وللطلاب والأشابين والأهالي والحضور، كما وشكر الراهبات والمشرفين والمشرفات على تدريب الأفراد لهذا السر، وكما وشكر مجموعة كشافة تيرسانتا لدورها بالمحافظة على النظام. اليوم كان يوم كتير مميز لأنه في عيد حلول الروح القدس احتفلنا بتثبيت أطفالنا في بيت لحم. نشكر الله على هالنعمة وربنا يبارك الأطفال جميعا وأهليهم حتى يعيشوا إيمانهم ويكونوا نور للعالم وملح للأرض. آمين. لنورسات مارلين الحدوة من كنيسة سانتا كاترينا بيت لحم. على صعيد آخر وبهدف التضامن مع المسيحيين في قطاع غزة، دعا بطريرك القدس اللاتين بير باتيستا باتسبالا جميع المؤمنين في الكنائس الواقعة ضمن نطاق البطريركية إلى جمع التبرعات وتقديم المساعدات إلى الجماعات المسيحية المتضررة والمحتاجة في قطاع غزة. واعتبر غبطته أن معاناة سكان القطاع تفاقمت بسبب المواجهات والاعتداءات في وقت يرزح فيه الجميع تحت وطأة جائحة كورونا. ومن هذا المنطلق دعا المؤمنين إلى تقاسم ما يملكون من موارد من أجل التخفيف من آلام ومعاناة إخوتهم المسيحيين في غزة. تعتبر كنيسة البشارة للروم الأرثوذكس في العبدلي من أولى الكنائس الأرثوذكسية في الأردن وواحدة من أكبر الكنائس في العاصمة عمان. عدسة نورسات وضمن سلسلة حلقات كنيستي زارت الكنيسة وعدت التقرير التالي. ما أعظم جمال بيتك يا رب، وما أرهب قدسيته، ما أروع أيقوناتك المتكلمة داخل كنيستك. أوصانا داود النبي وقال: هلموا لبيت الرب نذهب، فيه الراحة والسكينة وفيه فلك نجاة للخطى. انتقلنا اليوم لوسط العاصمة عمان وتحديداً لكنيسة البشارة للروم الأرثوذكس العبدلي لنتعرف على تاريخ هذه الكنيسة التي تعتبر من أوائل الكنائس التي بنيت في عصرنا الحديث في العاصمة. شيدت هذه الكنيسة عام 1962
في عهد المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، وببركة من مثلث الرحمات غبطة البطريرك فينيديكتوس الأول، بتبرع سخي من الدولة اليونانية الكريمة، تضامناً وحباً مع الشعب الأردني. سميت كنيسة البشارة بهذا الاسم بطلب من الدولة اليونانية لتكون في الأردن كنيسة تحمل اسم البشارة كما في اليونان أيضاً. يا كنيسة يا مجيدة، أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإله ونستمد منه الحياة. تدخل الكنيسة من الداخل فتجد الأيقونات متزينة على جدرانها، يتوسطها الأيقونوستاس أي حامل الأيقونات التي رسمها الإرشمندريت المتنيح بأيسيوس عام 1964. أما قدس الأقداس فيوجد فيه ثلاثة هياكل، الأول وسط الحنية المرسوم عليها أيقونة الأرحب من السماوات يحمل اسم البشارة، أما الهيكل الثاني يحمل اسم القديس فينيديكتوس، والثالث يحمل اسم رؤساء الملائكة. خدم الكنيسة العديد من الكهنة الأفاضل، منهم الأب الأيكونوموس قسطنطين كرمش الذي خدم ومكث في هذه الكنيسة منذ نشأتها، والأيكونوموس أديب عماري، والأيكونوموس سالم مدنات، الذين ما زالوا يخدمون الرعية بكل محبة وتفان. البطرك السابق اللي هو فينيديكتوس اللي بواسطته صارت بناء على طلب الرعية اشتروا الأرض، هون 5 دنم كانت، وطبعا راح التجأ لأول ما التجأ لليونان للكنيسة والحكم. الكنيسة لأنه الكنيسة الرئيسية في اليونان اسمها كنيسة البشارة إيفانجليزموس، ولذلك حبوا كأنه يعني بركة زيادة أنه البشارة هي اليوم رأس خلاصنا، ولذلك كلفوا هناك المهندسين هم اللي هندسوا، الهندسة مش أردنيين، نفذوا هم مهندسين أردنيين ومتعاهدين أردنيين، ولذلك بتلاقي في مميزة فيها. شوفوا الأعمدة في القواعد تحت، مش سهل هذه القواعد، مش سهل أبدا، العرض والطول، وكان اللي مسؤول الخوري كان نسبة الإسمنت ونسبة الإسمنت مع الخلطات كان يشرف عليها، ولذلك طلعت متينة جدا وشكلها مميز عن باقي الكنائس يعني، فعشان هيك سميت بالنسبة لارتباطها مع الرعية هون أو والسلطات مع الحكومة الأردنية، حبوا أنه بما أنها الكنيسة الأولى في اليونان حبوا أنه هاي الكنيسة تحمل اسم البشارة. الاحتفالات كلها كانت تكون في هذه الكنيسة، وطبعا كان التلفزيونات تيجي تاخد وينزاع من هون ويتصور من هون، كل هاي كانت حتى الإذاعات الأردنية المملكة، إذاعة المملكة ما تذيع إلا من هون، ولهلا حتى التلفون مربوط مباشر مع الإذاعة. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة، أنت هي فلك نوح ملجأ لكل الخطايا.
تضم الكنيسة العديد من المباني وتقام فيها الكثير من النشاطات والفعاليات التي تخدم أبناء الرعية. حدثنا عنها بإسهاب الأيكونوموس سالم مدانات فقال: الرعية هون ليست فقط من منطقة العبدلة أو الويبدة، حتى من مناطق أخرى من مناطق مختلفة بيجوا لكنيسة العبدلة لأنها لها الطابع اللي إما تعمدوا فيها أو تكللوا فيها هم وأولادهم، ولغاية الآن مع أنه بكون في منطقتهم في كنائس ولكن مواظبين على القداديس وحضور المراسيم في كنيسة في كاتدرائية البشارة. طبعا عندنا الكنيسة هون بالطابق الأرضي تحتوي على قاعة كبيرة تستخدم لخدمة الرعية وبالذات باليونانيز. عندنا عيادة طب أسنان مشرفة عليها دكتورة أيضا لخدمة الرعية وأي شخص يأتي بأسعار شبه مجانية، وعندنا أيضا المحكمة الكنائسية أيضا تستضيفها كنيسة البشارة في بالطابق الأرضي عندنا المحكمة. ومنعتز طبعا عندنا هون في كنيستنا أيضا من في كل كنيسة وفي كل موجود لجان، عندنا لجنة الكنيسة وعندنا لجنة سيدات كنيسة البشارة اللي لهم الفضل بخدمة كثير من أولاد الرعية، سواء ما يقدموا من ضيافة أو خدمة كبيرة بنقدمها لعدد حسب إمكانياتنا، عائلات محتاجة، عائلات وطلاب في بعض المدارس بتقوم لجنة السيدات بدعمهم مادياً، وفي الأعياد أيضاً بنقدم المساعدات المادية والعينية للعديد من الأسر المحتاجة. نعتز بمجموعة كشافة عمان الأرثوذكسية اللي هي كشافة كنيستنا اللي أيضاً مواظبة على خدمة الكنيسة بالاحتفالات والأعياد الرسمية. كاتدرائية البشارة طبعاً من الكنائس القديمة بالأردن، والحمد لله الرعية داعمة للكنيسة، قمنا بالعديد من الأعمال داخل الكنيسة من زخرفة، من أيقونات مقدسة، من طاقة شمسية، من قرميد داخل الكنيسة، كله في مجهود أبناء الرعية الخيرين. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد. في بيتك يا رب نسجد وللهوتك الواحد نعبد، فبارك محبي اسمك القدوس وعوض كل من تعب وسهر وكد. بحضور غبطة البطريرك ثيوفيلس الثالث بطريرك المدينة المقدسة، احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية بقداس عيد نصف الخمسين، حيث أقام الخدمة قدس الأرشمندريت خريستوفوروس حداد، وذلك في كنيسة دير القديس نكتاريوس في الصوفية بعمان بحضور جمع من المؤمنين وسط إجراءات احترازية ووقائية تضمن السلامة العامة. وعقب الخدمة قام صاحب الغبطة بمنح قدس الأب يوسف حمارنة راعي كنيسة القديس جوارجيوس فيما دبا درجة الأيكونوموس، مقلداً إياه الصليب المقدس، متمنياً له دوام الصحة والعافية والخدمة المباركة. وقعت في هيئة تنشيط السياحة اتفاقية دعم طيران تتضمن استقطاب وفود سياحية أرمنية إلى الأردن، وذلك بحضور مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات ومدير عام الشركة الأرمنية للسياحة اعتباراً من مطلع شهر أيلول المقبل، وبواقع رحلة أسبوعية إلى مطار الملك الحسين الدولي في العقبة. وأشار الدكتور عربيات إلى أن الهيئة تعمل جاهدة على استقطاب طائرات سياحية من دول أخرى، مبيناً أن هذه الاتفاقية ستسهم بعودة حركة الطيران واستقطاب المزيد من الرحلات السياحية إلى المملكة. وصية المحبة كمال الوحي الإلهي عنوان حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور، الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسم السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شراحة، حيث وجه البرنامج سؤالاً عبر الهاتف لضيف الحلقة الأب فرح حجازين راعي كنيسة اللاتين فيرمامين حول إلى أي مدى يستطيع الإنسان أن يغلب محبة الآخرين على نفسه. فأكد قدسه أن الرب يسوع أوصى بالمحبة النابعة من الإيمان، المحبة المقرونة بالعطاء وبذل النفس والغفران لمن أساء إلينا وللآخرين. فإلى هناك ما في شك أنه موضوعنا هو موضوع مهم جدا، المحبة، وبتوقع العالم هو بحاجة لمحبة أكثر مما هو بحاجة إلى خبز، وخصوصا للمحبة الحقيقية
اللي عاشها يسوع المسيح وعلمها، لأن يسوع يقول عنه الإنجيل المقدس كان يعمل ويعلم. نعم. حديثنا هو عن وصية المسيح الجديدة. بمجيء السيد المسيح اكتمل الوحي حول وصية المحبة. نعم. فماذا استجد على المحبة في العهد الجديد؟ كشف لنا السيد المسيح عن الحقائق التالية: الله ليس فقط يحبنا بل هو المحبة. الله أحبنا بالأول حتى عندما كنا أعداءه بالخطيئة. محبة يسوع لنا بلا حدود، ليس من حب أعظم من حب من يبذل نفسه في سبيل أحبائه، ويسوع بذل نفسه من أجلنا حتى آخر قطرة الدم على الصليب. دمج يسوع نفسه مع القريب، ويستحيل محبة أحدهما دون الآخر. إن قال أحد أنه يحب الله وهو مبغض لأخيه فهو كاذب، لأن من لا يحب أخاه الذي يراه كيف يستطيع أن يحب الله الذي لا يراه؟ أصبحت المحبة ليس مجرد علامة على الديانة الجديدة، بل هي العلامة المميزة لها. بها يعرف العالم من هم تلاميذ يسوع. التجديد على محبة الأعداء، علمنا ذلك في مثل السامري الرحيم. العدد اللامحدود من المرات الذي يجب أن نسامح به قريبنا. قد يقول البعض غير المسيحي عنده أيضا محبة، إذا ما الفرق بين المحبة المسيحية وغير المسيحية؟ هناك أربعة فروق بين المحبة المسيحية وغير المسيحية. أولا، بالنسبة للمسيح المحبة قبل العبادة. يقول لنا القديس يوحنا الحبيب: من ادعى محبة الله الذي لا يراه ولا يحب قريبه الذي يراه فهو كاذب. وقد بيّن ذلك السيد المسيح نفسه في مثل السامري الرحيم الذي ينتقد العقلية القديمة التي تقول واجب العبادة يتقدم على واجب المحبة. بل يسوع يذهب إلى أبعد من ذلك عندما يقول: إذا قدمت قربانك إلى المذبح وذكرت أن هناك لأخيك عليك شيئا فدع قربانك أمام المذبح واذهب أولا وصالح أخاك. فمن يهمل الواجب الإنساني من أجل صلاة أو احتفال ديني هذا ما عنده محبة. من لا يتزفر يوم الجمعة فيما يزفر لسانه بقريبه فهذا ما عنده محبة. من يطول مسبحته فيما لسانه أطول هذا ما عنده محبة. إذن تعبدك لا يساعدك أن تكون محبا ضد مسبحتك وضد كتاب صلاتك. ثانيا، المحبة تنبع من الإيمان بأن الله محبة وبأن جميع البشر هم مثل أبناء الله وإخوة للمسيح، لا بل هم تجسد للمسيح. كنت جائعا فأطعمتموني. المحبة تهدم الحواجز العرفية والدينية والطائفية والسياسية. المحبة هي وصية العهد الجديد التي تنقل الإنسان من عهد الأخذ والمطالبة بالحقوق إلى عهد العطاء وبذل النفس، على مثال أبينا السماوي: كونوا رحماء كما أن أباكم السماوي رحيم. ثالثا، المحبة حتى الغفران. يقول السيد المسيح في إنجيل المقدس: سمعتم أنه قيل أحبب قريبك وابغض عدوك، أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم واحسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لاعنيكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يطلع شمسهم على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والأثمة. فإنكم إن أحببتم من يحبكم فأي أجر لكم؟ أليس العشرون أنفسهم يفعلون ذلك؟ كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل. هذا ما قاله المسيح وهذا ما علمه بالفعل. أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لكن للأسف هذه الصفحة من الإنجيل لا تعجبنا، ونريد أن نستبدلها بهذه الصفحة المليئة بالأمثال الشعبية. مثلا: ما بيجيب الرطل إلا الرطل الوقي، كل الصاع صاعين، اللي برشني بالماء برشه بالدم، إذا لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه كما اعتدى عليكم، اللي بدوس على طرفي للسراب لما خلقه، أنا لحم مر مش كل طير بتاكل لحم. ما شاء الله عليك، أمثال شعبية تخلق عقلية متخلفة. رابعا، المحبة حتى الموت.
يقول المسيح ليس من حب أكبر من حب من يبذل نفسه عن أحبائه. والقديس بولس يعلق ويقول لا يكاد أحد يموت عن بار، وقد يقدم أحد على الموت عن صالح. أما الله فقد برهن عن محبته لنا بأن المسيح قد مات عنا ونحن خطأ. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. البطريرك ثيوفيلوس الثالث يمنح درجة الأيكونومست للأب يوسف حمارنة. رعية اللاتين في القدس تحتفل باختتام الشهر المريمي. قداديس إلهية في كنائس المملكة لمنح أبناء الرعاية المناولة الأولى والتثبيت. حتى نلقاكم أعزائنا، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.